بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو يا جماعه يخص الثانويه العامه والدرجات. طبعا الف مبروك لكل الناس اللي جابوا درجات عاليه ودخلوا الكليات اللي هم عايزينها يعني، وربنا يوفقهم في طريقهم ان شاء الله، والناس اللي ما جاتلهمش الكليات اللي هم عايزينها، دي مش اخره المطاف، وان دي بس مرحله صغيره جدا من ضمن المراحل الكبيره جدا في حياتكم. يعني لو دي هنحسبها يعني بالخطوات، ودي ممكن تبقى خطوه صغيره جدا من ضمن 100 خطوه هتقابلوها في حياتكم كلها. احنا ممكن نلغي شويه حته الرسميات بتاعت حته انا عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس. انت ممكن تكون دكتور بس دكتور فاشل، يعني انت هتخش كليه طب اهلا وسهلا، ودخلت كليه طب بس علشان حته تبقى اسمك دكتور، لكن مش عشان انت حابب المجال بتاع الشغل او حته التعب اللي بيحصل فيه. انت عشان عايز تبقى دكتور، انت ممكن تبقى دكتور فاشل وتتسبب في حياه مريض، وفاه مريض يعني. وممكن تكون مهندس فاشل تطلع بعماره والعماره تقع فيها ناس. في الحالتين ده غلط، يعني انت بتبني نفسك لسلبيه مقدما اساسا، مش ايجابيه بعد كده لما تيجي تكبر. فهي مش ورقه امتحان هي تحدد انت ناجح ولا لا. في ناس كتير جدا كانوا فاشلين في دراستهم وما زالوا لحد دلوقتي سايبين بصمه في حياتهم. من ضمنهم ده كان لحد ما وصل للشهاده اللي دخلوا الجامعه. دخل الجامعة 4 سنين، 4 سنين دول قعدتوا عليه كأنهم 40 سنة بسبب المشكلة اللي كانت في المنهج، وطرق التدريس كانت ضعيفة جدا بالنسبة له هو، لكن هو تخطى كل الكلام ده كله حتى ما هو آخر حاجة وصل لها إن هو بقى عميد الأدب العربي طه حسين. ده أول شخصية. شخصية تانية دخل درس في الجامعة سنة أول سنة، بعدين حصل عندهم مشكلة مالية، بعدين ساب التدريس خالص بسبب المشكلة دي. ده اسمه ستيف جوبز، ده صاحب شركة أبل. احنا دلوقتي في معانا الايفونات بسببه، والايبادز واللابتوبس، كل ده بسبب الراجل ده. فانت مش ذنبك انك دخلت نظام تعليمي فاشل، انت بس الفكره انك اضطريت انك تدخل النظام ده عشان انت بالنسبه لك هو ده النظام الوحيد اللي هو هيدخلك، هيوصلك للكليه اللي انت عايزها. طيب انت ما حصلش نصيب في حاجه زي كده، او انت مش ذنبك في المشاكل دي كلها، بس خلاص ما حصلش نصيب وانت ما عرفتش توصل للكليه اللي انت عايزها، هتلاقي حل. اجري ورا موهبتك، فهو في الاول والاخر الموضوع نصيب. دي حاجة ربنا كتبها لك، انت عملت اللي عليك، بدل ما عملت اللي عليك يبقى انت ما ينفعش انك تضايق نفسك ولو لدقيقتين. خلاص ما جبتش الكلية اللي انت عايزها وانت عامل اللي عليك، يبقى دي حاجة انت ترضى بيها. خلاص ده نصيب. اللهم لا اعتراض، انت مالكش الحق انك تعترض على حاجة ربنا كاتبها لك. خلاص تقول اللهم لا اعتراض الحمد لله، وتكمل مشوارك على اساس ده. وخلاصة الكلام ده كله اللي انا عايز اوصله ان مش ورقة امتحان هي اللي ممكن تحدد مستقبل الشخص، ومش ورقة امتحان هي اللي تتحكم في الشخص، ومش ورقة امتحان هي اللي تحدد انت ناجح ولا لا. ده مش قانون، انت اللي في ايدك كل حاجة. انت اللي في ايدك تكون شخص ناجح، وانت اللي في ايدك تكون شخص فاشل. يعني انت مش محتاج توصل للحاجة اللي انت عايزها علشان تكون شخص ناجح. طول ما انت بتحاول انت شخص ناجح. الفشل بحد ذاته انك تبطل تحاول، بمعنى صح انك تستسلم. ياه نسيت اكتب سطرين في التعبير، اخر واحده في التشوز فاتوني. يا عم لو كنت تركز شويه، طب كنت تركز شويه في اخر هي دي. تيجي نرجع بالزمن لورا، بقالة زمن مفيش حد بيرجع بالزمن لورا. امتحان عدى يعني ماضي، مهما حاولت مش هتعرف ترجع بالزمن لورا. ما تقعدش بقى نقعد تندم نفسك بقى، يا ريتني كنت حليت الاجابه ده انا كنت عارف اجابه السؤال ده، انا يا ريتني كنت ذاكرت اجابه السؤال ده ومش عارف. وتقعد بقى تجيب في اللي فات، تجيب في اللي فات، تجيب في اللي فات. المثل بيقول اللي فات مات. ما دام انت شخص عملت اللي عليك، فمش يعني مش محتاج انك تضايق نفسك، وده اللي جالك خلاص الحمد لله. ضايق من نفسك شويه، لو انت حاسس انك ما عملتش اللي عليك، يبقى من حقك انك تضايق من نفسك عشان انت ما عملتش اللي عليك. ولكن في الحاله اللي زي دي انت ممكن تتعلم بقى من غلطك، تيجي تركز شويه بدل ما تقعد تركز في ان وتقعد تقول يا ريتني يا ريتني يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت، يا ريتني كنت حليت. الكلام ده كله ممكن تيجي تفكر، طيب انا غلطت في ايه؟ انا اهملت في ايه؟ الكلام ده كله. اول ما تيجي تركز في الحاجات دي كلها تعلم منها، تعلم من غلطك عشان ما تقعش في تاني. مسافة ما انت تلاقي نفسك السنة بتتعلم من غلطاتك كلها، كل غلط كده تيجي تعمله تعلم منه، انسى انك تكون شخص فاشل، انت كده شخص ناجح. الشخص الناجح هو اللي بيتعلم من غلطه. لازم تتعلم من غلطاتك وما تبصش وراك.
خلاص ركز في اللي جاي. لو فضلت باصص لورا السلبيات اللي حصلت قبل كده واني ما ذاكرتش واني كذا واني كذا واني كذا، تلاقي انك علشان بس بتفكر في اللي فات هتلاقي نفسك متاخر ما بتتقدمش. فكر في اللي قدام، ايه الخطوه الجديده اللي هتفيدك وامشي وراها. في بس شخصيه اخيره كلنا عارفينها، معلومه بس بسيطه عنه عشان يوصل اللي هو فيه ده دلوقتي. وكيل محمد صلاح في بداية فترته خالص كان عرضه على نادي الزمالك، ساعتها رئيس نادي الزمالك ساعتها ممدوح عباس، تمام، رفضه بسبب قال ان ده قليل الخبرة، كمان لا يصلح انه يلعب لنادي الزمالك. الناتج عن الكلام ده كله ان طبعا محمد صلاح داس على نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة، وحاول اكتر يعني مرات مش محدودة لحد اما دلوقتي محمد صلاح بيلعب في ليفربول. وطبعا ما وصلش للنادي ده بسهوله، قعد على انديه كتير جدا وقعد يحاول اكتر من مره، وخرج من النادي الدوري الانجليزي ورجع للدوري الانجليزي تاني، وطبعا الحاجه دي ما بتحصلش بسهوله. دلوقتي محمد صلاح في ليفربول. كل الفيديو تعمل بقى لايك وشير والحاجات الحلوه دي، ها الحاجات الحلوه دي، ها، وتشتركوا تحت على القناه بتاعتي، تدوسوا على سبسكرايب يعني. شكرا.